يعني فراح يكون معانا في الاستديو الان اخصائيه الارشاد النفسي والتربوي ايناس البكيرات لنعرف اكثر الطرق اللي ممكن فيها نساعد طلابنا على التخلص من التوتر وايضا الاهل، يعني دور الاهل كبير ودور المدرسه طبعاً ايضا طبعاً. من صبح عليك اكيد يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم صباح المشاهدين. صباحنا اليوم ازرق بجداره. يسعد صباحك. طاقه ايجابيه جميله. نعم. ان شاء الله يا رب دائما نكون مصدر طاقه ايجابيه لكل الأشخاص اللي حوالينا. ست أسماء، يعني هاي الفترة جدا حساسة، بيكون في توتر، بيكون في قلق عند الأطفال أو عند الطلاب وعند الأهالي، كيف بنقدر نخفف هالتوتر؟ تمام. هلا احنا كلنا بنعرف انه قلق الامتحان مشكلة بواجهها كثير العديد من الطلاب وكمان أهلهم. هلا طبعا نبدأ لما بنحكي عن الأهل ودورهم الكبير بالدعم، لأنه الاستعداد للامتحان بشمل النواحي الجسدية لدى الطلاب والذهنية والنفسية. نعم. هلا إذا نحكي عن دور الأهل، أول شيء الأهل بيكون مرات هم عندهم التوتر والقلق وبنقولوه لأطفالهم أو أبنائهم. فهون إحنا بندعو الأهالي إنه يحاولوا إنه يتحلوا بصفات إنه يتحملوا أبنائهم، يكونوا هاديين، جو البيت يكون هادي، مشان الطلاب يكون عندهم بيئة مناسبة للدراسة. هلا بالنسبة للأهل دورهم الداعم في البيت إنه هيئوا البيئة ما يكون في مثلا صوت تلفزيون عالي، أصوات مشتتة، وبنفس الوقت يتعاونوا مع الطالب، لأن الطالب بده يكون متحمل مسؤولية دراسته. عشان لو الأهل كل شوي قالوا له ادرس وكان عندهم هذا اللي بنسميه مستمر، طالب رح يكون عنده رد فعل انه انا ما بدي ادرس او طيب او ياجل. طب شو الطريقه الصح ست أسماء؟ يعني إيناس. هم عفوا إيناس، مش نافع معاهم انه احنا نضل النق ونقول لهم ادرسوا ادرسوا، مش نافع كمان نسيبهم على راحتهم. مزبوط. هلا بده يصير اتفاق بين الاهل وبين الابناء انه نقعد ممكن نعمل مع بعض جدول دراسي، فيه جدول دراسي زمني حسب الاولويات وحسب جدول الامتحانات، وينحط الوقت الباقي المتبقي للامتحانات وقديش في عنا أيام قبل كل امتحان وكل مادة، عدد الصفحات، عدد الوحدات الدراسية، ويتقسم. هلأ أولها بده يكون في اتفاق، ونفسه بده يصير الطالب هو يعمله بينه وبين نفسه زي العقد السلوكي، إنه أنا بدي أبعد عن المشتتات، لأنه إذا مسكت التليفون على الجيمينج وعلى السوشيال ميديا ومع الأصحاب رح يروح الوقت. صح. هلأ بده يصير تنظيم، بالأول لازم يصير تنظيم. نعم. إنه هذه النقطة اللي كنت أتحدث فيها، أهمية أو كيفية تنظيم أو تعويد أطفالنا منذ الصغار على تنظيم وقتهم حتى ما نواجه مشاكل معهم بفترات يعني معينة، يعني مش بس فترة الامتحانات. نعم. صحيح. بشكل عام يكون سلوك تنظيم الوقت عندهم 100%، هي مهارة جدا مهمة، تنظيم الوقت في الحياة بشكل عام للنجاح في الحياة. هلا بده نعطيهم احنا النصائح اولها عشان بعدين بالممارسه هم يقدروا يكتسبوا هاي المهاره. بالاول نقول لهم انه ممكن ندرس 25 دقيقه ل 30، المهم لا تتجاوز ال 45 دقيقه بمهمه او بدرس وحده معينه او بحفظ، بوقف لاستراحه لمده 10 دقائق بعدين برجع بكمل. هلا مش لازم انه احنا نضغط على نفسنا لوقت طويل، لانه بصير لنا اجهاد جسدي ونفسي، فبعديها الطالب بيروح بينام مش قادر يكمل. صح، هو انجز بس بعدين ضيع وقته، ما مشي على الجدول الزمني اللي هو رسمه. فبالتالي مهم كثير نرجع لدور الاهل انه يساعدوا ابنائهم بالبيئه، انه الاكل يكون صحي، نبعد عن الوجبات السريعه، ساعات النوم تكون كافيه حوالي 8 ساعات، نكثر من السلطه من الخضروات والفواكه، نبعد عن الدهنيات. بالضبط. يكون في اكلنا الياف زي ما قلنا فواكه وسلطه. طيب ست إيناس، مش قليل 25 دقيقة للدراسة؟ ما هو بعد هيك ممكن إحنا فترة التركيز فترة محددة ممكن توصل 45 دقيقة، يعني غلط هو بده يكمل ساعة وقت دراسة. أنا بحكي إنه بالخمس ساعات اللي بده يدرسهم خلال اليوم أو الثمان ساعات اللي بده يدرسهم مقسمين مش مرة واحدة. بالضبط، يعني بده يكون معين إنه من 25 ل 45 دقيقة، بعدين باخذ بريك 5 إلى 10 دقائق، بعدين بكمل المهمة التي تليها. عشان يكون في تركيز وبيكون في هي الأم بتكون بدها تخلص على السريع، فبتخليه مرة واحدة مثلا ساعة ساعة ونص ساعتين، بتفكر إنه هو أنجز وفعلا ما بيكون في تركيز. هون الأم إذا هي عم بتدرس ابنها وماسكة مثلا عم بتحفظه أو عم تقرأ له، هل إحنا بنحكي إذا الطالب عم بيعتمد على نفسه حتى لو في حدا بيساعده، إنه بنقسم مهمات وبنقسم وقت زمني، ممكن عم بيكون عم بحل ورقة عمل. هلأ بالذات في فترة ما قبل الامتحان بأيام ما بدنا نكون ندرس المادة كلها لأنه ما في وقت كافي. بالضبط. إنه بدنا نحل أسئلة سابقة، بدنا نحل أسئلة، نراجع، نشوف إيش الملخصات، وإحنا بندرس نعمل خرائط ذهنية، نحط الأفكار الرئيسية، لأنه الحفظ الذاكرة بتخزن فيها المعلومات عن طريق الصور، فإحنا بنحط هاي الأفكار الرئيسية وبنربط بينها
بنرسم هاي الخريطة الذهنية، وبعدين الطالب بيسترجع المعلومات بتذكرها لما بيكون بحلم الامتحان. يمكن هو يتوقع أنه أنا بدي أراجع كل المادة، لا، هي مخزنة بالذاكرة طويلة المدى لأنه درسها وراجعها وعادها، وفي تمارين معينة اللي هي تكرار المعلومة وحل الأسئلة بنشط هاي الذاكرة. وقت الامتحان بقدر يسترجع المعلومة بسهولة. نتحدث عن دور المدرسة يعني من هذا الموضوع وتهيئهم لطلبتهم بخصوص الامتحانات. يعني يمكن أصبح الآن التعليم نوعا ما ليس تلقين، بيكون في أسلوب جديد بالتعليم، وهذا يعني هذا إنجاز وهذا موضوع مهم جدا من قبل المدارس، حتى الطالب بيكون عم بفهم شو عم بدرس وعم بيطبق شو عم بدرس بنفس الوقت. التطبيق العملي أيضا مهم، حكينا عن هذا الجزء. بالتأكيد هلا دور المدرس أو المعلم أصبح هو ميسر، هو بيسهل العملية التعليمية وطريقة الدراسة للطالب وليس ملقن. فالمعلم بيوجه الطالب كيف يدرس، بيعلمه مهارات التفكير الناقد والبحث والاستقصاء والاكتشاف. هلأ متابعة المعلم للطالب بسبب أنه دراسة عن بعد ومتابعته بشكل مستمر وأنه يقيمه ويعمل له امتحانات بشكل مستمر وهلأ أوراق عمله مراجعة كثير مهم، لأنه علاقة المعلم بالطالب قوية جدا وتأثيره ممكن يكون أكبر من تأثير الأهل. فبالتالي عندنا شقين، أنه يهيئوا يساعدوه أنه يلم بالمادة وكيف يقسم وقته ويعملوا لهم مراجعة على أجزاء من المادة في الفترة الزمنية حسب الجدول المطبق للامتحان، ونفس الوقت يزيدوا ثقته بنفسه أنه بالتوكيدات أنه أنت بتقدر، أنت قادر، أنت متمكن، درست رح تجيب علامات كويسة. والطالب لما يشوف تشجيع من كل البيئة المحيطة فيه، من صح، أهل، من أصدقاء، من معلمين، ويكون حاطط هدف أمامه أنه أنا بدي أنجح، بدي أدخل هذا التخصص بالجامعة، بدي أشتغل هذا الشغل، يكون عنده طموح وهدف بعيد المدى، رح يشتغل أنه يعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال التخطيط الجيد لوضع جدول زمني، وكلنا نتعاون على تنفيذ هذا الجدول قد ما بنقدر يعني. نعم. طيب يعني ست إيناس، بدنا نكون شوي واقعيين بموضوع الامتحانات، إلا يصير في غش خاصة أنه أونلاين، كيف أنا بدي أتعامل مع ابني إذا حسيت أنه هو عم بلجأ للغش، عم بيشوف صحابه مثلا عم بيفتحوا الكتاب وقت الامتحان؟ شو الطريقة الصح أنه أقدر أتعامل فيها مع الطالب لحتى أمنعه من هذا الشيء؟ بداية عن الأهل لازم يرفضوا الغش، لأنه هو الغش هو بالتالي بصورة تانية هو الكذب، هو ممارسات غير صحيحة سواء في الدراسة، بكرة في مجال العمل، في الحياة بشكل عام. فكنا لازم نرفض هذا المبدأ، لكن للأسف عم بيصير، لأنه طلاب عم يستسهلوها، عم بيحلوا لبعض وعن بعض بالزبط. بس بالتالي بيكون عم يتواصلوا مع بعض على الموبايلات، بدنا نرسخ هو بس إن شاء الله لما ترجع وجاهيا بإذن الله العام القادم، بدنا نرسخ عندهم مبادئ وقيم الصدق والعدالة والمساواة. يعني ما بصير يكون اللي بيدرس وبيجتهد وبتعب مثل اللي ما درس وقضاها لعب ونوم وبالآخر حصل على نفس العلامة. طب دور المدرسة هون؟ دور المدرسة كتير كبير بالتوعية، بإنها بتحاول أكثر ما يمكن أنه في معاقبة مثلاً منع الغش للأشخاص طبعاً اللي بيكتشفوا غشهم، طبعاً بيكون أنه بيلتغى الامتحان لهم وبتلتغى علامتهم، وممكن أنه طبعاً هو يكون حسب القوانين أنه يعيدوا المادة، لكن أكيد لازم في إجراءات تاخدها المدرسة والأهل في البيت بالضبط. لازم يرفضوا، يحكوا لأولادهم ما بصير، لازم تحل وحدك، أنت درست ولكل مجتهد النصيب، حرام يكون الكل مثل بعضه. أكيد. بدنا نتحدث عن جزء مهم جدا لدور الأهل فيه أيضا. هناك بعض الطلاب، خلينا نحكي، أنا باعتقادي الكل يملك نفس القدرات العقلية وأيضا قادر على النجاح دائم، ولكن هناك بعض يعني الطلاب بيكون درجاتهم متفاوتة أو أقل من الطلاب الآخرين، وهذه مشكلة بواجهوها الأهل في التعامل مع أبنائهم. دعم الأبناء وأيضا عدم يعني إشعارهم بأنه أقل من غيرهم بهذا الخصوص أو مقارنتهم. نعم مزبوط. هلا من الاخطاء اللي بيوقعوا فيها الاهل انه بيقارنوهم بغيرهم، انه ما بده يكون احسن منك او تطلع عليه او شوفه جاب 20 مش لازم، أو شوف اخوك شوف هلا كثير مهم انه ادرس اعمل اللي عليك، مش مهم شو العلامه اللي رح تجيبها. هاي نقطه. النقطه الثانيه انه لما يبلشوا بالامتحانات ويعملوا او يخلصوا اول امتحان، ما بدنا نراجع ولا نشوف قديش رح نجيب فيه علامه، خلص انتهينا منه بنروح للامتحان اللي بعده. نعطيهم نصائح انه لما نبدا بالامتحان
نقرأ السؤال مرتين أو ثلاثة، إذا لقينا سؤال صعب منروح للسؤال اللي بعده ما منوقف عنده، لأنه لما نبدأ نحل بالأسئلة ونحل الأسئلة السهلة لحاله رح يتذكر العقل والذاكرة رح تنشط ويسترجع المعلومة ويقدر يصير عنده فلو ويحل بقية الأسئلة بسلاسة. هلا كتير مهم التمارين الذهنية اللي بعملها مثلا إنه قبل الامتحان، وحلو لو كل يوم قبل ما نبدأ دراسة، وحلو قبل الامتحان بدقائق نعمل تأمل إنه الطالب والأهل، نغمض عينينا ناخذ تنفس من الأنف ونطلعه من الفم تنفسات عميقة لعدة دقائق، ممكن نتنفس 5 مرات، نغمض عيوننا ونتأمل مع نفسنا داخليا، هذا كتير بيزيد التركيز والهدوء والاسترخاء وبيساعد على تأدية الامتحانات بطريقة هادية وسلسة وتزيد ثقة الطالب والأهل بنفسهم. صراحة دعم الأهل والعيلة يعني جدا مهم للطالب، كل البيئة المحيطة والمحيطة بالضبط، البيئة المحيطة أكيد، المدرسة، المعلمات، يعني يعطيكم العافية جميعا. كل الشكر لك. شكرا لكم كثير، انبسطنا بتواجدك معنا. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لك.